حلقة جديدة وحدث جديد عنوانه الحرب الروسية في أوكرانيا. في وقت تنفي فيه كل من موسكو وطهران الاتهامات الأوكرانية باستخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق بالقضية، معتبرة أن استخدام موسكو لهذه المسيرات انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. ورغم نفي روسيا وإيران لهذه الاتهامات ومطالبة موسكو مجلس الأمن بالامتناع عن المشاركة في هذه التحقيقات، كشفت أوكرانيا عن وجود مدربين إيرانيين يشرفون على تدريب القوات الروسية على استخدام المسيرات في عدة مناطق جنوب وشرق البلاد، وكل ذلك مشاهدينا يدفعنا للتساؤل. فما سبب تدخل إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا؟ وما دورها في المعترك؟ ولماذا تزود طهران موسكو بالمسيرات؟ وما مدى خطورتها في الحسابات الميدانية؟ وكيف تتابع الدول الغربية تجذر العلاقات بين طهران وموسكو؟ وما خيارات المواجهة؟ بعد الاتهامات الأوكرانية الموجهة لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حربها ونفي طهران وموسكو، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق بالاتهامات. وفي رسالة وقع عليها مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، أيدت الدول الثلاث دعوة أوكرانيا لإجراء مثل هذا التحقيق، مؤكدة أن استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. هذا وقالت السلطات الأوكرانية وتقارير غربية إن مدربين إيرانيين يشرفون على تدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في أوكرانيا، كما أنه جرى نقل مدربين إيرانيين إلى منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم لإطلاق طائرات شاهد 136 المسيرة الإيرانية. الاتهامات الأوكرانية نفاها مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلين بينيزيا، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالامتناع عن المشاركة في مثل هذا التحقيق، في حين نددت الخارجية الإيرانية بالاتهامات الغربية وقالت إنه لا أساس لها من الصحة. وفي وقت سابق أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين قال إنهم يشرفون على تزويد روسيا بالمسيرات، بينهم محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، في حين أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ إجراءات أخرى ضد طهران على خلفية دعمها لروسيا بأوكرانيا. وفي الآونة الأخيرة ارتفع اعتماد روسيا على الطائرات المسيرة في حربها ضد أوكرانيا وبات تكتيكا روسيا جديدا بجانب الصواريخ، لكن المسيرات يصعب على أجهزة الدفاع الجوي رصدها وإسقاطها بخلاف الصواريخ. من القاهرة أرحب بضيفي السيد طارق البرديسي خبير في العلاقات الدولية، وأيضا من بيروت الدكتور عمران زهوي كاتب وباحث سياسي. ضيوفي أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور عمران، بين النفي والتأكيد يعني من جانب أوكرانيا من جهة وطهران وروسيا من جهة أخرى، ما صحة الاتهامات الأوكرانية باستخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع، طائرات مسيرة إيرانية السرعة في حربها ضد كييف؟ أولا مساء الخير، يعني تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني بالعودة إلى سؤالك، يعني فلنعود إلى الاتفاق النووي بالأساس، يعني عام 2015. هذا الاتفاق النووي كان هناك نص واضح وصريح أن نقل شتى الأسلحة إلى إيران ومن إيران يكون بعد 5 سنوات. إذا كان هذا الاتفاق عام 2015، فبال 2020 بأكتوبر 2020 إيران هي خارج هذه المعادلة، يعني هذا ليس انتهاكا للقرار 2231. بالإضافة إلى الصواريخ، نعم هي لمدة 8 سنوات، أي في عام 2023
كأيضا ستكون إيران في حل من هذا. طبعا بغض النظر عن أن الأمريكي هو الذي خرج من الاتفاق وعن أن حتى الأوروبي لم يلتزم بهذا الاتفاق النووي. أما بالنسبة إلى الروس، نعم يعني الطائرات المسيرة الروس لم يكن يعني لديه أي اطلاع إن صح التعبير، يعني أي لا يريد أن يصنع هذه، لأن يعني هذه الطائرات عندما نتحدث عن صواريخ الفلسطينية وصواريخ الفرد صوتية بالطبع الروسي هو كان بالمنع عن ذلك. ولكن السؤال يطرح، إذا كان هناك كيل بمكيالين، ماذا كانت تفعل يعني طائرات المسيرة البيرقدار التركية في أوكرانيا علنا؟ يعني لم ينفي التركي ولا حتى الأوكراني ولا حتى لم ينفي الاتحاد الأوروبي ولم ينفي حتى حلف الناتو ولا الأمريكي. فلماذا لأوكرانيا الحق بشراء طائرات البيرقدار، ولماذا اليوم على الروسي ممنوع أن يشتري إذا كان هذا صحيح أن يشتري طائرات المسيرة الإيرانية؟ يعني نحن اليوم نتحدث عن شاهد 129 عن شاهد 133، ولكن السؤال يطرح، هل هذه طائرات كاميكاز كما تسمى، يعني طائرات انتحارية أم لا؟ لأن يعني الجميع يعلم أن لدى إيران تفوق ممتاز جدا تحديدا في هذه الطائرات المسيرة. يعني على سبيل المثال، لماذا لم يشتري الروسي طائرات مهاجر 6 إذا كان اشترى من إيران؟ مهاجر 6 هي الأقوى، هي الأفضل، لأنها تستطيع أن تحمل 40 كيلو جرام من المتفجرات، وهي سرعتها كبيرة جدا وتستطيع أن تقطع مسافات طويلة. إلى أن يعني هذه الطائرات لها ميزة بأنها منخفضة وسهلة يعني الإطلاق ما إلى هنالك. لذلك اليوم الكلام عن الاتفاق النووي تحديدا وخرق إيران لهذا الاتفاق، يعني بنته باختصار شديد، لا يوجد يعني خرق لهذا الاتفاق، بل هناك ازدواجية معايير ما بين المجتمع الدولي تحديدا التي تقودها أمريكا وما بين روسيا. طيب سيد طارق أرحب بكم مجددا. إذا يقول ضيفي الدكتور عمران بأنه ليس هناك أي خرق للاتفاق فعليا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، كون أنها انتهت يعني فعليا في 2020 في توقيت معين. أنتم كيف ترون فعليا يعني نقطة استخدام القوات الروسية لطائرات مسيرة إيرانية في المشهد؟ يعني هل بالفعل كون هناك نفي من جانب الطرفين، هل بالفعل الاتهامات الأوكرانية صحيحة؟ وهل بالفعل إن كانت صحيحة وموجودة وليس هناك يعني أي نوع من الخرق بشكل أو بآخر للاتفاقيات الدولية لنقل؟ يعني تحياتي لحضرتك وللضيف المشارك ولكل المتابعين. يعني في تصوري انه ما يتسم به يعني العلاقات الدوليه بشكل عام هو ازدواجيه المعايير. ده سمت القانون الدولي العام، قواعد القانون الدولي والقرارات الدوليه والشرعه الدوليه لا تطبق الا على الضعيف، اما القوي فيفعل ما يحلو وما يطرا له. والامثله كثيره وتطرى في اسرائيل، في امريكا، في الناتو عندما ضرب ليبيا، في تدخلهم في افغانستان، في العراق. يعني الامثله لا حصر لها لكيفيه تفسير القوي لقواعد القانون الدولي وللشرعه الدوليه. اما فيما يتعلق باتهام ايران بانها خرقت ذلك القرار المسابقة 2231، أو يعني أتصور أنه من يعني انسحب من الاتفاق النووي كانت الولايات المتحدة الأمريكية. إيران حتى اللحظة الأخيرة لم تنسحب من ذلك الاتفاق النووي. كل يعني تلك الممارسات الإيرانية ومماحكتها وتدخلاتها هي يعني كتدخل الغرب، كتدخل الناتو، يعني حتى ما قامت به روسيا من عملية عسكرية أو من غزو عسكري هو بالضبط كما يفعل الناتو، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تفعل بريطانيا وفرنسا والقوى، كل تلك القوى يعني تقوم بنفس تلك الممارسات. إذن يعني مشكلتنا في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي العام، حتى أن يعني أشكك في إلزامية ذلك القانون وفي قانونية أنه في حاجة أساسا اسمها القانون الدولي العام، لأنه القانون المفروض أنه عبارة عن قواعد كما تعلمنا في كليات الحقوق، عبارة عن قواعد قانونية مجردة تطبق على الكل، تطبق على الكل دون تمييز. أما تطبيقها على الأطراف الضعيفة وعدم تطبيقها على الأطراف القوية فهذا
يعني يسحب من عليها صفة القانونية ولا تكون قانونا على الإطلاق. إذن القانون سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي لابد أن يطبق على الكل، لابد أن تكون هناك مساواة، لابد أن تكون هناك قواعد قانونية مجردة تخاطب كل الأطراف على قدم المساواة. أساسا بنيوية التنظيم الدولي والفكر التنظيم الدولي ووجود حق النقد لخمسة كبار يعني يتناقض أساسا مع الفكر القانوني. أيضا عودة وخلاصة الإجابة على سؤال حضرتك فيما يتعلق ب يعني كيف أرى هذه الصورة، أرى أنها صورة نموذجية للحول الدولي لإزدواجية المعايير، ونحن لا نقف كتحليل سياسي لا أقف يعني مع طرف ضد طرف، أنا لا ناقة لي ولا جمل يعني، وإحنا حتى في المنطقة العربية يعني لا لنا في الطور ولا في الطحين كما يقولون كما تقول السوق والدهماء. إذن في النهاية نقف على مسافة متساوية من كل الأطراف ونجد أن الكل يتلاعب بقواعد القانون الدولي وفي هذه العلاقات طيب. الدولية كما ذكرت. تماما. إذن بالمجمل دكتور عمران، ما الذي دفع برأيكم لنقل طهران تحديدا للدخول أو حتى لنقل التدخل إن صح التعبير في الحرب الروسية على أوكرانيا؟ فعليا ما دورها في هذا المعترك اليوم؟ هل هو فقط ب يعني مساندة روسيا إن كانت بالطائرات المسيرة أو الأسلحة أم لها هناك يعني قد يكون دور آخر؟ إيران هي عضو في منظمة شنغهاي وهذا هو أساس يعني الروسي هو حليف كما الصيني هو حليف، ولكن يعني لماذا اليوم نحن نستغرب اذا باعت ايران طائرات؟ طبعا انا هنا كمراقب ولست يعني انا ضد الحرب بشكل عام، ولكن انا كمراقب اقول لماذا اليوم لا يسمح لايران يعني ببيع طائرات مسيره اذا كانت هذه الطائرات يعني مسموح بيعها يعني بحسب القوانين المرعيه الاجراء؟ هذا اولا. ثانيا دخول ايران على الخط اعتقد ان اليوم في ظل الهجمة الكبيرة إن كانت أوروبية وإن كانت أمريكية هذا بقى واضحا يعني منذ عام 2015 يعني منذ عام 2018 تحديدا عند خروج يعني عفوا عند خروج ترامب من هذه المعاهدة وعدم أصلا يعني تنفيذ الشق الأوروبي من هذه المعاهدة، بالطبع إيران في حل من أمرها في هذا الموضوع. اليوم نحن نتحدث عن حلف شنغهاي الذي هو اليوم يعني باعتقادي الشخصي أنه من أحد الأقطاب المهمة والتي يمكن أن تكون هي القطب الذي أو مجموعة من هؤلاء الدول التي ممكن أن تسيطر على العالم إن كان اقتصاديا إن كان عسكريا إن كان غير ذلك. يعني اليوم تعدد الأقطاب بات واضحا، اليوم لا نتحدث أن أمريكا القطب الأوحد بل بات واضحا أن الصين وروسيا تحديدا بالإضافة إلى الحلفاء الذين يعني ينضون في هذا في هذه المنظمة بالطبع هم أقوياء. لذلك اليوم إذا دخلت إيران مع روسيا فهذا شيء طبيعي ولا أجده شيئا مستغربا. لماذا اليوم حلف الناتو؟ طيب إذا تتحدثون عن الأحلاف تتحدثون عن حلف شنغهاي دكتور عمران، لماذا إيران تحديدا هي التي يعني ترسل هذه الطائرات؟ يعني أين الصين؟ هي أيضا يعني حليفة وصديقة لروسيا. طبعا الصين ماذا كان دوره؟ أين الغاز الذي كان يذهب إلى أوروبا؟ طبعا ضرب النورد ستريم 1 ضرب النورد ستريم 2 كل الغاز الذي كان يذهب الى اوروبا اين هو اليوم؟ اليوم هو في الصين. لذلك اليوم الصين وقفت وقفه قويه مع هذا الحليف الروسي لانها كل عائدات الغاز لها مصلحه الصين في ان تاخذه بالاضافه الى له مصلحه الروسي بان يبيع هذا الغاز بالاضافه الى اسيا. لذلك اليوم هذا الحلف نعم هو حلف قوي، واليوم من يقول ان الصين لم تساعد روسيا؟ هذا يعني لا أعتقد أن الصيني والروسي ليسا على تنسيق تحديدا في هذه الحرب لأنهم يواجهون نفس يعني إن صح التعبير بالمفهوم العسكري نفس العدو. يعني الأمريكي ماذا يفعل في تايوان وماذا يريد من تايوان؟ أيضا هذا نفس السؤال. اليوم الروسي والصيني هم حلفاء بالإضافة إلى الإيراني هو حليف، لذلك أعتقد أن هذه الدول هي تنسق فيما بينها، واليوم هؤلاء يخوضون معركة ممكن أن بالعلن أن تكون هي فقط روسيا، ولكن إذا رحنا إلى التجزئة نعم الإيراني يلعب دور والصيني يلعب دور كبير في هذه المعركة. دكتور طارق وسيد طارق كيف ترون يعني هذه التحركات من
وأصدقاء روسيا، الصين من جهة وإيران من جهة أخرى، يعني نقطة فعليا إيران بالعودة إليها. هناك أو مسؤولون إيرانيون يقولون بأنها يعني مؤامرة روسية لتوريط طهران، يعني هل تدعمون هذه التصريحات وهذا القول أم أنها فعليا هي نوع من المكاسب قد تكسب طهران من خلفها، يعني في هذا التدخل وهذه المساندة لروسيا؟ وماذا برأيكم عن الصين أيضا؟ سؤال حضرتك، أتصور بتقولي هل مؤامرة روسية؟ أتصور لا، يعني إيران مش محتاج هذه المؤامرة الروسية لكي تدخل في ذلك المعسكر. هذا يعود لتصريح مسؤولون يعني إيرانيون هم من قالوا بهذه المؤامرات دائما تكون من الناتو ومن الولايات المتحدة، وحتى المؤامرات أكثر من يعني مؤامرة حتى على أوروبا. أتصور أن المؤامرة أمريكية بالدرجة الأولى، اللاعب الأكبر والمستفيد الأكبر هو الإدارة الأمريكية، هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي يعني بهذه السياسات يتورط أوروبا، يتورط روسيا، يتورط كل الأطراف. ولكن في تصوري الآتي، في تصوري أنه من الطبيعي جدا، من الطبيعي جدا أن يكون ذلك التقارب ما بين إيران والصين وروسيا ودول أخرى والحبل على الجدار كما يقولون، نتيجة هذه الممارسات الأمريكية، نتيجة تلك الهيمنة الأمريكية، تلك الغطرسة الأمريكية. إن الشريك الأمريكي، إن الدولة الأمريكية، إن هذه الدولة العظمى أصبحت يعني غير موثوق فيه، ولا للخصوم ولا للحلفاء، ولا في الخصوم كما هو معروف هذه الحرب مع روسيا، مع والصين ايضا، حرب تجاريه مع الصين وموقفها من تايوان، لكن وايضا مع الحلفاء، نعم من مع الحلفاء غير موثوقين فيهم فيما يتعلق مع الدول العربية والخليج العربي، لم يقفوا بجانبهم، غير موثوق فيهم أيضا من الأوروبيين. هذه الصفقة، صفقة الغواص النووية التي أبرمت مع أستراليا والمملكة المتحدة، وكانت طعنة في ظهر فرنسا، شريك غير موثوق فيه، ولا من الحلفاء ولا من الخصوم. أيضا يبيع الغاز بأسعار مضاعفة، بأربعة أضعاف سعر الغاز الروسي. يعني أي شريك ذاك، أي حليف هذا؟ يعني الخصم أو العدو الروسي يعني أفضل وأكثر خيرية وأسعار الغاز في منتهى الرخص، بحيث أنها تساعد على تقدم ورفاهية المواطن الأوروبي وانتعاش الاقتصاد الألماني الذي يقود الاتحاد، اقتصاد الاتحادات، الاتحاد الأوروبي. أتصور أن كل تلك الممارسات الأمريكية وذلك الترنح وذلك الغموض الاستراتيجي الذي لا يقف ولا بجانب حليف ولا شريك وبطبيعة الحال ولا خصم، يعني أصبح يعني ينتج هذه الممارسات. وهناك يعني طرفة أنه هذه المسيرات الإيرانية الآن في البنتاغون يبحثون عن يعني إيفاد منظومة مضادة لهذه المسيرات ستصل في مدة 9 أشهر. يعني لاحظي هذه المدة، 9 أشهر، مدة طويلة نسبيا، وهي مدة الحمل، يعني الحمل لكي نتعرف على ملامح ذلك المولود الجديد. ولكن بسونار العلاقات الدولية قبل 9 أشهر نرى ذلك، تلك التحالفات وهذا النظام العالمي الجديد لكن هل الذي ستكون يعني وضع تكون هذا التحالف أو هذا الحلف، حلف شنغهاي تحديدا وتحديدا الصين وإيران وروسيا، قادرة على الوقوف أمام حلف الشمال الأطلسي، الولايات المتحدة وحلفائها بشكل أو بآخر؟ لا، روسيا بمفردها قادرة على أنها تصمد وتقف وتتحدى الناتو ومن وراء الناتو، فما بالك بقوة إقليمية وقوة أصبحت عالمية جديدة. الصين عندما يعني عندما تزداد وتيرة الصراع حول تايوان ودعم الأمريكي لتايوان، وأيضا يعني هذه الممارسات والضغوط على الإيرانيين، كل ذلك بيعجل بتشكيل ذلك الحلف الشرقي القوي الذي هناك بقى البريكس وهناك الشنغهاي وهناك كل تلك الدول التي باتت يعني تتضرر، كل تلك الدول التي باتت تتضرر من تلك الهيمنة الأمريكية وتلك الغطرسة الأمريكية وعدم الاستفادة من ذلك الشريك الأمريكي، طيب. أو ذلك ما ينبغي أن يكون من ذلك الحليف الأمريكي. بالتالي دكتور عمران، بالحديث عن الملف النووي كان له أيضا يعني نوع من التواجد في أي ملف كان متعلق بإيران،
بالتالي إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا التدخل فعليا الإيراني في الحرب الروسية الأوكرانية على مفاوضات الملف النووي بالأيام المقبلة؟ أم يعني هل من الممكن أن تكون يعني أو تضع الولايات المتحدة لهذا الملف أهمية وتغض الطرف عن هذه التحركات الإيرانية؟ سيدة الكريمة، ومتى توقف الأمريكي عن زيادة العقوبات بعد كلام المسيرات؟ هناك يعني كان عقوبات على شركة إيرانية التي اتهمت بتسيير رحلات لنقل هذه الطائرات، بالإضافة إلى 3 شركات إيرانية مصنعة لنوع هذه الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والشخصيات الإيرانية. لذلك اليوم الحديث عن عقوبات ماذا يعني لا يجدي نفعا. اليوم عندما نتحدث عن شنغهاي، يعني اليوم الصين هي المصنع لكل العالم، هذه القوة الاقتصادية الكبيرة. الصين أصلا مكتتبة بتريليونات الدولارات في 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 أمريكا بسندات الخزينة. لذلك اليوم نتحدث عن قوة اقتصادية بالإضافة إلى هذه القوة العسكرية بالإضافة إلى الحلفاء. إذا أخذت يعني على سبيل المثال كلام بايدن عندما تولى الرئاسة، وكان يعني من وزارة الخارجية أطلق يعني خطابه الشهير عندما قال سنستعيد العالم عبر الحلفاء، فعن أي حلفاء يتحدث؟ وماكرون الذي صرخ بأعلى صوته أن ما هو هذا الحليف الذي يبيعنا الغاز بأربعة أضعافه؟ اليوم نحن نتحدث عن أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي ألمانيا. ماذا سيحدث في ألمانيا وكل هذه المصانع الألمانية التي كانت تعمل على الغاز اليوم بعد النورد ستريم 2 الذي لم يعمل، والنورد ستريم 2 الذي ضربته أمريكا لأن لها مصلحة، لأنها هي تبيع الغاز أصلا إلى أوروبا. هؤلاء الأوروبيين تحديدا ألمانيا، هذه المصانع إذا أقفلت 12 مليون عامل سوف يكونون في الشارع، بالإضافة إلى هذا صاحب المصنع ماذا سيفعل إذا حوله إلى الكهرباء؟ لا يستطيع، لأن تكلفة التيار الكهربائي غالية جدا. لذلك هو سوف يذهب إلى أين؟ إلى أن يبحث عن مكان آخر لكي يفتح بهذا المعبر. يعني نحن نتحدث عن أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي وهي تعاني. انظري ماذا يحدث في فرنسا، انظري المشاكل حتى مع التوتال. عندما كان ماكرون هو الحاكم الأساسي ماذا حدث؟ اليوم نحن نتحدث عن يعني دخل اثنان معه في الحكومة. انظري ماذا يحدث في بريطانيا تحديدا الذي هي ربيبة أمريكا. لذلك اليوم هذا الاتحاد الأوروبي، أنا كنت أعتقد أن العرب يعني مطيعين جدا للأمريكان، اتضح أن الأوروبيين أكثر إطاعة على حساب مصالحهم الوطنية وحساب شعوبهم، لأنهم كانوا يعانوا من عجز موازنات. واليوم ماذا سيفعل بهم هذا الشتاء؟ أعتقد أن الأمريكي سيؤدي بهم إلى تفكك هذا الاتحاد الأوروبي، والله أعلم من خلفه النت. أي طارق، بالتالي كيف تتابع الدول الغربية تجذر العلاقات بين طهران من جهة وروسيا والصين ثلاثتهم من جانب آخر؟ وما خيارات المواجهة اليوم أمامهم؟ يعني في تصوري أن أوروبا يعني تورطت كثيرا، وكان من الممكن أن لا تحدث يعني تلك الكوارث وتلك التداعيات ومعاناة الأوروبيين وتلك الحكومات التي باتت يعني تتساقط سريعا قبل أن تفسد رأس الخس كما يقول يعني الرسام الكاريكاتير في المملكة المتحدة. انهيارات حكومات، مظاهرات، حشود، يعني مشكلات كثيرة جمة يواجهها الأوروبي، وأتصور أن الشتاء القادم سيكسر عظام هؤلاء الأساسة، ستخرج مظاهرات أكثر وأكبر، ستسقط حكومات. وأتصور أن ما يحدث هو طغمة حاكمة، هو دولة عميقة الديب ستيت يعني تتحكم في تلك السياسات الأوروبية بعيدا عن مصلحة الأوروبي، لأن الأوروبي لا مصلحة له في ذلك. فكرة أن أوكرانيا حامية حمى البوابة الشرقية للاتحاد الأوروبي فيه كثير من المغالاة والمبالغة، ولو أعطى الناتو تلك الضمانات في بداية الأزمة ما قبل فبراير هذا العام لفلاديمير بوتين، لما قام بوتين بتلك العملية العسكرية، نحن لا نقف مع جانب ضد جانب ولكن نقرأ قراءة موضوعية. هذه القراءة تقول أنه كان من الممكن تجنب هذه الأزمة، تلك المأساة. أيضا فكرة الطاقة، كيف يتصدى الأوروبيون لهذه الطاقة؟ البدائل ستستغرق وقتا طويلا، أين هي الخطط البديلة
يعني اتصور انه ثمة تبعيه اوروبيه للعم سام ادت به الى هذه المشكلات الاقتصاديه العويصه والى توقع الى سقوط حكومات اوروبيه في ذلك الشتاء القادم. سيكون شديد البروده وشديد القسوه على الاوروبيين وعلى هذه الحكومات التي ستصبح هشه، ايضا تزايد يعني وتوافد الحكومات اليمينيه المتطرفه التي تقف يعني في مسافه اقرب مع الدب الروسي ولا تجد فيه خصما ولا عدوا. أتصور أن الأوروبيين هم الطرف الأكثر تضررا، أما الطرف المستفيد كالمنشار يعني ناجح وكاسب ورابح في كل الأحوال هو العم سام، لأنه يبيع الغاز الأمريكي بأربعة أضعاف السعر الروسي، إذن هم يستفيدون يحققون أرباح طائلة. ضمنوا أن هؤلاء الأوروبيين الذين كانوا ينظرون للناتو نظرة المغشية عليه، نظرة الميت إكلينيكيا، باتوا يعني الحرب الأوكرانية الروسية تلك الموارد المالية الكبيرة وغير المتوقعة لذلك الناتو، سواء كان ألمانيا سواء كان فرنسا، كل هذه الدول كل ذلك ليس في صالح الأوروبيين على الإطلاق. بالتالي دكتور عمران، يعني هل من الممكن أن تغير هذه التدخلات بأي شكل من الأشكال من جانب طهران وإن كانت وحتى من جانب الصين ومساندة روسيا على مجرى الحرب، لنقل ميدانيا، كون يعني شهدنا الانتكاسة في الفترة الأخيرة من جانب روسيا والتقدم من جانب أوكرانيا، وما الذي تتوقعونه للمشهد بشكل مجمل بشكل مختصر دكتور عمران؟ بشكل مختصر، طبعا الطائرات المسيرة هي فعلا ستقلب المعادلة، لأن إذا أخذنا يعني على سبيل المثال المصنع الذي ضرب بخاركوف هو الكومونار الذي ينتج يعني صواريخ النبتون البرمائية، تم تدبيره من قبل أيضا هذه الطائرات المسيرة. ما حدث أيضا حتى في دنيبروبسك، من اليوم نحن نتحدث عن 300 منطقة بلا كهرباء، يعني قامت هذه الطائرات المسيرة بماذا؟ إضافة ماذا إلى الروسي؟ الروسي لم يكن لديه القدرة القوية في الجو، اليوم نعم استطاع الروسي بفضل هذه المسيرات أن يكون هو له السلطة الأعلى في الجو وفي التحركات. لذلك اليوم نتحدث عن 2308 طائرة مسيرة بإرقدار تم إسقاطهم، نتحدث عن 383 منظومة صواريخ يعني جوية مضادة للطائرات تم تدميرها بواسطة هذه الطائرات المسيرة. لذلك اليوم قلبت المعادلة. أما الحديث عن إعادة التموضع أو الحديث عن كسب أوكرانيا في بعض المناطق، لا، هذا الذي حدث في إيزيوم وهذه المنطقة، يعني هذا اليوم نحن نتحدث أن أوكرانيا لديها 54 ساتلايت في خدمتها، بالإضافة إلى حلف الناتو وغرفة عملياته، بالإضافة إلى البنتاغون وغرفة عملياته. لذلك ما يواجهه الروس اليوم هو أعتى قوة تكنولوجية عسكرية في العالم، ليست سوريا الذي كان يمدونها بالسلاح والمال. اليوم نحن نتحدث عن حلف ناتو، نتحدث عن أحدث الأسلحة المتطورة بالعالم، بالإضافة كما أسلف 54 ساتلايت. أعتقد اليوم الروسي نعم هو بضمه لأربعة أقاليم وسياسة القضم البطيء الذي اتخذها بوتين من أول يوم، أعتقد ستؤدي كلها، بالإضافة إلى لن يقف بوتين عند حدود أوكرانيا، بل سيعيد كل بقايا الاتحاد السوفيتي التي خرجت من الاتحاد السوفيتي وانضمت إلى حلف الناتو، ليعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي تحديدا تحت ما يسمى الاتحاد الروسي. هذا القيصر هو من سيرسم الخارطة السياسية والجيوعسكرية في العالم، بالإضافة إلى الصيني ومنظمة شنغهاي، والأيام القادمة هي كفيلة بالجواب أكثر. أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما به ضيوفي في حلقة اليوم. من بيروت الدكتور عمران زهوي، كاتب وباحث سياسي، وأيضا أشكر ضيفي من القاهرة السيد طارق البرديسي، خبير في العلاقات الدولية، على كل هذه الإيضاحات. وفي الختام أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.